السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جبارة، وصفة سحرية. بمعنى اصح الوصفة ديت هتنهي معاكي كل مشاكل الدهون العنيدة، دهون البطن، الجوانب، الارداف، كل المشاكل اللي اي بنت دايما بتعاني منها، سواء في المقاسات وسواء في الجسم او في المظهر. ان شاء الله من النهاردة مش هتشتكي من الكلام ده خالص. ازاي؟ هقولك ازاي. عندنا يا جماعة حبة زي ما انتم شايفين كده، الحبة ديت موجودة في قلب بيتنا، واحنا المفروض يعني بنتناولها كل يوم، بس احنا ده مش واخدين بالنا منها خالص ولا واخدين بالنا من فوائدها. هي يعتبر كنز، واغلى من الكنز، في قلب بيتنا. ان شاء الله هقول لك على فوائدها. الحبه اللي انت شايفينها دي دافعها الياف غنيه جدا جدا، هتحسك بالشبع، هتزود معاك معدل الحرق، هتفتت كل الدهون اللي في الجوانب والارداف. بمعنى اصح من النهارده ان شاء الله هتخليكي مش هتحتاجي لابلكس ولا اي ادويه من اللي انت بتشتريها من بره او كباسين او الحاجات دي كلها. ان شاء الله وصفه طبيعيه هتشتغل على منطقه البطن والكرش والجوانب، يعني الوصفه دي بمعنى اصح كده شغاله بس او خاصه بس بمنطقه الحرق، جميع الدهون اللي متخزنه في جسمنا. الدهون العنيده طبعا انتوا جربتوا وصفات كتير ما جابتش معاكم نتيجه، جربتم عملتوا رجيم، عملتوا حاجات كتير. لا، ان شاء الله بقى عايزاك تجربي معايا الوصفه ديت. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبك جدا جدا، من اول اسبوع هتلاقي في فعلا فرق في المقاسات وفرق في الوزن. عايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه، تمام كده؟ علشان البنات اللي هي دايما بتكتب لي بتقول لي انا عايزه وصفه خاصه بالارداف والجوانب، الوصفه دي يا جماعه يعتبر اكتر وصفه خاصه بالارداف والجوانب والدهون العنيده اللي موجوده في منطقه الكرش، ودي دي شيء كافي ان هو يعني اي بنت بتشتكي من الحاجات ديت. نسم الله ونخش كده نشوف الوصفه. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه مع اصحابكم وقرايبكم علشان الناس كتير تستفاد منه. نسم الله ونخش كده نشوف الوصفه، يلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه الحبه اللي انتم شايفينها ديت، ده طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا بناكلها دايما على طول باستمرار، ده يعتبر نوع من انواع الخضره اللي هو ايه؟ الفجل. طبعا احنا كلتنا عارفين الفجل ومش تايهين عنه. دي يا جماعه الرز بتاعت الفجل اللي انتم شايفينها معانا ديت، ده الرز بتاع الفجل. انا هوريكم برده كده عود اهوت، ده كده هو بيبقى بالشكل ده، كده بتبقى الورقه بتاعته عريضه وبيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام؟ هو ده يا جماعه. ده طبعا احنا بناكله مع الجرجير والخضار، ده بيبقى نوع من ضمن الانواع ديت. هو بصراحه بقى بره انا مش عارفه هو بيبقى اسمه ايه، بس هو بيبقى موجود يعني بكميات كبيره برده في دول تانية، بس ممكن يكون بدل البياض دوت بيبقى فيه احمر شويه، تمام؟ فاحنا النهارده هنعمله بطريقه كويسه جدا على اساس ان هو بيبقى فيه كميات الياف كبيره جدا. كمان في حاجه عايزه اقول لكم عليها، العشبه ديت او الحبه ديت ده بتخفض نسبه الكوليسترول في الدم، حتى الناس اللي عندها السكر ممكن هي تستعمل الوصفه ديت، دي بتشيل الدهون الثلاثيه اللي موجوده في الدم وكمان بتنظم معاكي معدل السكر في الدم، تمام؟ نسمي الله كده ونشوف الطريقه بتاعتنا، واللي محطش لايك يا جماعه يحط لايك ويلا بينا. هنعملها بطريقه كويسه جدا. ونصيحه مني يا بنات، الناس اللي هي بتاكل الفجل الرز ديت وهي بتاكل تاكل الرز ديت، دي بتبقى كويسه جدا. هنقطعها بالشكل ده كده اهو، طبعا بنكون منظفينهم كويس جدا على اساس ان احنا يعني الوصفه ديت. ده كده يا جماعه بيبقى عليها قشر وبيبقى فيها شعيرات، ده بنشيلها خالص بالسكينه زي ما انتم شايفينها قدامكم اهيت، اهي بننضفها كده اهو بالسكينه على اساس لو في شعيرات في قشر تبقى نضيفه، وبنغسلها كويس جدا على اساس ان احنا هنتناول الوصفه ديت. ده كده بالشكل ده كده. حابه ازود الكميه زوديها انت وراحتك، انا بس بقول لكم يعني على الوصفه وعلى المقدار، وحابه انت تزودي مفيش مشكله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده كده عندك اي حاجه انت هتغلي فيها الوصفه زي دي كده اهو، نزل كل الحاجات اللي فيها بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه المقدار اللي انا عملته دوت، ده على قد كوبايتين اتنين، ده احسن حاجه. حاولي ان انت لو انت عندك يعني تلات رز زي دول كده، حاولي ان انت تقطعيهم وتعملوهم على كوبايتين. طيب المكون التاني معايا، معانا المكون التاني يا جماعه زي ما انتم شايفين كده معايا الليمون. انا هاخد الليمونه دي ليمونه كامله، خدها بقشرها بحالها، لان طبعا انا حابه ان انا استفيد من الزيوت اللي موجوده في جلد قشره الليمون، ده تبقى كويسه جدا. هقطعها حوالي شرايح كده، شريحتين ثلاثه اهو، بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده اهو، تمام لغايه كده كويس جدا.
معانا بقى برضو عودين من القرفة او الضرسين عشان الناس اللي هي برا مصر. ده يا جماعة عودين من الضرسين او القرفة عندنا اهو بالشكل ده كده، ده كده خلاص. لو انت عندك القرفة الناعمة مفيش مشكلة خالص، عشان ما تقفيش ممكن تحطي القرفة الناعمة. في مكون بقى رابع ان شاء الله هنحطه، بس بعد ما نغلي الوصفة ديت ان شاء الله اقول لكم عليه. المكون الرابع دوت ده اهم مكون معايا، وان شاء الله ده هيزود معاكي معدل الحرق بطريقة كويسة جدا. دلوقتي معايا كوبايتين مية مغلية زي ما انتم شايفين كده، ده كده يا جماعه اهي زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها بقى كده دلوقتي كده يا جماعه، هنغطي عليها عشان الزيوت تتغيره، وهنحطها على نار هاديه حوالي 5 دقائق ان شاء الله ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه نزلناها على النار بعد ما قعدت حوالي 5 دقائق بالشكل ده كده. بس اهم حاجه عندي، لو انت بتعملي الوصفه حاولي ان انت ما تكشفيش عليها خالص لغايه ما تبرد معاكي، والبخار اللي طالع ده كلاته ينزل تحت في قلب الوصفه بتاعتي. بس انا هكشف عليها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده علشان احط المكون الرابع اللي انا قلت لكم عليه، وهنقفل عليها تاني. معانا يا جماعه المكون الرابع زي ما انتم شايفين، معايا كده حوالي نص معلقه صغيره من الزنجبيل. لو انت عندك زنجبيل فريش ممكن تغليها مع القرفه، ما عندكيش زي البودره كده حاولي ان انت تحطيها اهي وتقلبي عليها زي ما انتم شايفين كويس جدا بالشكل ده كده اهو، وتقومي مغطيه عليه لغايه ما تحسي ان البخار ده كلته نزل في قلب الوصفه اللي احنا عملناها. ده كده يا جماعه بعد ما بردت معايا بالشكل ده كده، هنبدا الوقت ان احنا نصفيها اهو. ده كده صفيت الكوبايتين، قلت بقى الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، والقروس الجرجير اللي قروس الفجل. ده كده يا جماعه صفينا الوصفه زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم طبعا هناخد كوبايتين ولا هناخد قد ايه في اليوم، بس حابه قبل ما اقول لكم هناخد كم كوبايه في اليوم هقول لكم على حاجه مفيده جدا لازم تستفادوا من الوصفه ديت منها. الوصفه دي اللي هياخدها خلاف الناس اللي هي بتخس كمان، ده كويسه جدا لمشاكل القلب، كويسه جدا للجهاز الهضمي، يعني هي كويسه جدا في الهضم، وكويسه جدا لتصلب الشرايين. الناس كمان اللي هي عندها ضغط، الناس كمان اللي هي عندها ضغط عالي ولا حاجه، ده بتهدي الضغط او بتوطي الضغط بتاعها، يعني بمعنى اصح فيها فوائد كتير جدا جدا، يعني يعتبر اقدر اقول لك ان هي وصفه ذهبيه، وصفه كويسه جدا هتخلصنا من السموم العنيده اللي موجوده في جسمنا، بالشكل ده كمان هتخلصك من سموم الكبد، يعني فيها فايده من جميع الانواع. خلاص انا كده وضحت لكم كل حاجه ووريتكم فوائدها ووريتكم كل الحاجات الهامه اللي فيها. تعالوا بقى كده نشوف هناخد الكوبايه دي امتى. الكوبايه دي يا جماعه هتتاخد مرتين في اليوم، حابه تاخديها 3 مرات مفيش مشكله، بس الافضل خديها مرتين في اليوم، مره قبل الفطار بنص ساعه، يعني قبل ما تاكلي قبل ما تشربي خديها قبل الاكل كده بنص ساعه، تمام؟ قبل العشاء برده او قبل ما تروحي تنامي ممكن قبل العشاء بنص ساعه ممكن ان انت تاخديها، ده هتبقى كويسه جدا، بس الكميه الباقيه احتفظي بيها في الثلاجه عندك. اهم حاجه تكون مخزنه الكميه اللي باقيه عندك او الكميه المتبقيه، يكون في اناء زجاج زي ما انتم شايفين كده، او عندك اي ازازه ولا حاجه حطها فيه وحطها في التلاجة. بعد كده عند ما تيجي تاخديها هتدفيها شويه وتاخدها وهي دافيه، ده هتبقى كويسه جدا. حابه ان انت الطعم بتاعها مش هيبقى مسحاب او هيبقى له مراره شويه، حطي عليها معلقه عسل طبيعي، ده هتبقى كويسه جدا، عسل ابيض طبيعي، خلاف كده بلاش سكر بلاش عسل اسمر، الحاجات دي كلها بلاش. بس الافضل لو انت قدرتي ان انت تاخديها من غير عسل من غير اي سكريات من غير اي حاجه، ده هتكون احسن وافضل، وان شاء الله خلال اسبوع واحد بس هتبصي تلاقي بفرق كبير وهتلاقي نتيجه كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه علشان ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده.